السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات، عدنا لكم من جديد واليوم غتكون العودة بقوة إن شاء الله. مرحبا بالجميع الناس اللي راجعين من البلاد. طريق خزيرات عامرة، نصيحة ديالي لكم ديروا طريفة، ما كنتيش مقطع الرجول دير طريفة. طريفة تقدر تصبر 3 السوايع كتزيد، الباطو من ساعتين ساعتين كاين، وبعض المرات تلقى حتى جوج كيشارجيو، كاين باطو كيهز 150 طوموبيل كاين باطو كيهز 45، يعني دغيا تركب دغيا تزيد. اوكي هنا تفهمنا، ولكن تقدر تضرب 200 كيلومتر فاش تدخل اسبانيا. ياك بغيتي تشد شي بارتما، انا مريح دابا حاليا في بارتما فيو خيرولينا سميتها المنطقة. اوكي فاهمين فيو خيرولينا، اشبشوا معايا نوريكم بارتما نوريكم الموقع. 117 اورو، اوكي نهار 117 اورو، نهار دو ادولتي كواترو بامبيني، جوج كبار و 4 دراري صغار. ندير الكود الباب باش يتفتح. بسم الله. اوكي هذا تفتح، كنبداو في الاول كليماتيزور شعلة، ما كتهضر مع حتى واحد، كلشي اونلاين كدير، كتهضر مع حتى واحد، حتى من الباب كيصيفطوا لك غير كود، كتخرج اونلاين كيصيفطوا كود كطلع صافي، ما كاين ما غتشوف حتى واحد. كليماتيزور شعله في البارطمان، كاين بيت نعاس الاول، كاين صالون بالكوزينه ديالو 117 اورو. كليماتيزور هاهي خدامه، التلفازه، الويفي، بيت نعاس الثاني فيها ثلاثة تري كاميرا دريطو، ثلاثة بيوتا ديال النعاس، دوش، بيت نعاس الثالث. هاد البارطما هادي تقدر تهز سبعة الناس، سبعة الناس كبار ماشي غير صغار، فهمتيني واش بغيت نوصل لكم الإخوان؟ ضرب 200 كيلومتر على، أنا دخلت على طريفة 200 كيلومتر على طريفة، وصلت لهنا تقريبا ساعتين ديال الطريق، ما كاملش حتى 200 كيلومتر، ساعتين ديال الطريق كتوصل لهنايا عندك البارطما ديالك. ياك ديرو مثلا ما بغيتيش تشد بارطما، تقدر تجي دوز النهار كامل ديالك هنايا في هاد المناظر هادي، تقدر تشد نضلو جوج كراسه جوج زدرايب 13 اورو وتريح انت وليداتك، دوز النهار كامل تما دوز النهار كامل. ياك كاين واحد سوبر مارشي غير هنا الفوق، هنا راه في اسبانيا الاخوان، سوبر مارشي كاين غير هنا الفوق، كلشي رخيص فيه. انا نعطيكم مثلا كاين الكروفيت هذاك الرويال داير 11 اورو فيه، يعني اثمنه جد رخيصه، طون هذاك اللي الكبير داك الحك الكبير داير 8 اورو، هذوك الحكاك الصغار 3 ديال 2 اورو، يعني اثمنه فرما كلشي رخيص فيه، الماء العصير ونيرو تشيكوانتا بارد، يعني كلشي رخيص فيه هنايا. كتجي كتبرع انت وليداتك، نديرو مثلا انت ما بغيتيش تكري، بغيتي تكري اونلاين تقدر تكري هنايا، ما بغيتيش تكري تقدر دوز مازال جورناطا ولا نهار كامل دوزو هنايا، واحد 3 كيلومتر غتشد لاطروج عاوتاني وتكمل طريق، يعني باش ما تشدهاش ديريكت راجع بحالك يا فرنسا يا طاليان يا بلجيكا، تقدر تجي دوز النهار ديالك كامل هنايا وفي الليل تشد الطريق ديالك، او تشد بارطما بحال اللي درت انا، بارطما زوينه ونقيه وجوج خطوات انت في البحر، وليداتي راه هي مريحين كيتبحروا، وانا دابا جيت دخلت البارطما كلشي اونلاين، كتاخذ اونلاين كيصيفطوا لك الكود، كتخلص اونلاين كيصيفطوا لك الكود، هادشي راه بوكينغ الاخوان، شديتها في بوكينغ كيصيفطوا لك الكود هادشي ديال الباب، نفس الكود حليت به ثلاثه البيبان، فهمتونا الاخوان؟ ما كتشوف حتى واحد والو، داك الشاب التليفون عجبني، الديكور هذا ديال داك الشاب التليفون عجبني، يعني نقولوا مثلا كتدخل الفلوس وانت جالس، حتى السيده اللي غتجي تنقي لك الدار حتى ما تبقاش تشوفها، تولي تخلصها اونلاين، تولي تجي تخلصها اونلاين، فهمتي؟ يعني مشروع زويون ونقيق، يعني الالارم حتى هو كاين في الدار. المهم كليماتيزور الدار بارده،
بالكوات البارتمان كلها بالكوات، تيل كوموند ديال كليماتيزور في كل جهه. تحياتي اخوان، بارطاجيو دائما كي تما الفائده. و 117 اورو راه ماشي بزاف، شي حاجه قليله اللي تقدر تجي دوز النهار كامل وتبات هنايا ترتاح واحد شويه وتزيد عاوتاني. بغيت هاد المدينه هذه راه قبل من مالاغا، قبل من مالاغا بشي 50 كيلومتر تقريبا، وتزيد عاوتاني بغيتي تزيد شويه تزيد وتكمل. تحياتي اخوان، بارطاجيو دائما وعدنا لكم من جديد. والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضر لكم على البيرميس دي سيجورنو او الكارتا سيجورنو، الناس اللي غاديين يدوزوا بها في الطريق. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.